أنا ممن اضطرت ظروف الزوجة على جلب عاملة مالية لرعاية الأطفال أثناء غيابي، وهذه العاملة غير أنني كثيرا ما أراها كاشف الوجه رغم محاولاتي تجنبها قدر الإمكان، وذلك بسبب صغر المنزل، علما بأنني مضطر لوجودها لرعاية الأطفال. فهل علي ترك الأطفال مع هذه المرأة؟ وهل علي في رؤية هذه المرأة وهي كاشف لوجهها؟ أفيدوني. أولا أشير على إخواني المواطنين أن لا يجلبوا الخدم إلى البلاد، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد في بعض الأحيان، ويؤدي إلى أن المرأة ربة البيت لا تشتغل، تبقى يدها على خد ويستولي عليها الهواجس والهموم، ولا يتحرك البدن تحركا يوجب النشاط، تجد ربة البيت نائمة ليلا ونهارا والخادم نائم. كون المرأة تشتغل بنفسها وتحرك دمها وأعصابها أولى بكثير. ثانيا أنه حصل مفاسد عظيم منها، فكان سمعنا من رجل مستقيم كبير السن أغواه الشيطان فحصل ما حصل من الفاحشة بينه وبينه. ثالثا بعض الخدم حصل من اعتداء بوضع السحر مما في المأكل أو في المشروب أو نحو، وهذا خطأ، لأن هؤلاء الخدم إذا أزعلها رب البيت فقد تكيد له ولو في آخر لحظة. لذلك بالدرجة الأولى أنصح إخواننا المواطنين من جلب الخادم، لا يجلبوهم، فإذا دعت الضرورة إلى هذا فلا بد من المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع خادم امرأة، لا بد من محرم زوج أو قريب. أما أن تأتي بلا محرم فهي على خطر وأهل البيت على خطر، لا سيما إذا كان في البيت الشباب وكان الأبوان عندهما غفلة، فالمسألة خطير. ثم إذا جاء الزوج وامرأته ذهبت لتعلم وتدرس وليس في البيت إلا هذه الخادم، يكون قد خلا بها، وما خلا رجل بامرأة إلا كرش. لذلك نرى أن لا تستجلب الخادم إلا بشرطين، الشرط الأول الضرورة والشرط الثاني وجود المحرم. أما نظر الإنسان إلى وجهها فهي مثل غيرها، لا يحل له أن ينظر إليها وهي غير محرمة. له النظرة الأولى إذا دخل البيت وهي كشف الوجه ولم تعلم به، فهنا يصرف بصره وتتغطى المرأة وينتهي الإشكال. وأما أن تبقى كاشفة الوجه تأتي له بالشاهد والفطور والعشر والغداء وهي كاشف، لا سيما إن كانت شابة وجن،